ويتم إجراء عملية وزن الشاحنات إلكترونيا وتحفظ بياناتها في قاعدة بيانات الحاسب الآلي، ويمكن من خلال النظام التعرف على مكان الشحنة ووجهتها في كل الأوقات. وقد حدد المخطط العام السخنة 2020 مراحل تطوير الميناء لمدة 20 عاما، وتتضمن المرحلة الحالية أرصفة متخصصة للحاويات والبضائع العامة وسفن الدحرجة والأسمدة والبضائع الصب. وتم تصميم وبناء الأرصفة طبقا لأعلى المقاييس العالمية من ناحية الحماية البيئية، والتي تطبق قواعدها بدقة.